اعملوا معروف، شغلوا عينيكم، طوبى لودانكم لأنها تسمع. أرجوكم اسمعوا المسيح بيقول حاجة، بلاش تفتكروا نفسكم فاهمين وعارفين، في مسج هتفرق، ولو ما استقبلتهاش ممكن العمر يخلص ويبقى المصير وحش. يعني ايه واحد عينيه مفتوحة؟ يعني لو صلينا بجد من قلبنا، ولو صمنا صيام حلو، ولو بقى عندنا تواضع الآباء ده، يعني ايه واحد عايش في الدنيا عينيه مفتوحة؟ دي معناها حلوة قوي. معناها ببساطة انك وانت بتتمشى كده الشجرة دي هتقول لك حاجة، وانت بتبص على الشجرة هتشوف حاجة احنا مش شايفين، العصفورة هتشوف فيها حاجة، الهوى هتشوف فيه حاجة، يعني هترى رسائل روحية من الأحداث. في الوقت اللي كل الناس بتشوف حاجات زي كده ما بتتأثرش، الاستقبال ضايع. مرة جه واحد يحكي لي بيقول لي نزل معايا زميلي في العشوائيات، أنا اكتشفت إن عمري ما خدمت. قلت له ليه ده أنت خادم قديم؟ قال لي نزل مرة واحدة لقيته دخل على الراجل الغلبان بالحضن، والراجل بقى يقول له نورتنا باركتنا، وهو يبكي. فميلت عليه انت في حاجه مضايقاك؟ قال له لا مش هو ده المسيح. فالخادم قال لك ده مفوت ده ولا ايه؟ فقال له يعني عم فلان ابو فلان يعني. قال له مش المسيح قال كده؟ كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت زرتموني، انا اول مره ازور المسيح في بيته. فداخل بأتيتيود، بنية مخلصة إن المسيح قال كده، فأنا داخل أشوف المسيح في الغلبان. فكان متأثر بجد لأنه قلبه نظيف، فمروح طائر من السعادة إنه شاف المسيح في كذا واحد. إحنا ياما بنشوف فقر ما بنشوفش حاجة، يبقى هنا عيون يبصرون ولا يبصرون. والمسيح ما كذبش لما قال أنا مريض وأنا مسجون وأنا عريان، لو عينك مفتوحة هتعرف تشوف. ترى المسيح مجده يملأ الأرض، يعني لا واضح ربنا بيشتغل، وبيشتغل بطريقة مفيش صدفة، لا ده زي معجزات بتحصل قصادنا. طب هل أنت في حياتك بتشوف إيد ربنا ولا العتب على النظر؟ يبقى لسه عينك مش مفتوح. على فكرة ربنا بيشتغل، وبيشتغل كويس قوي، بيشتغل كل يوم، وبيشتغل حواليك طول الوقت، بس انت اللي ما بتشوفش. يبقى في عطل في العين. يعني ايه ودنك مفتوحة؟ يعني في رسالة روحية خاصة بيك وصلت ولا لا؟ في حد يبقى متضايق جدا وتجيله آية يبقى مش مصدق نفسه، دي بالظبط عليا، ده ربنا بيشجعني. وتفرق فرق، تقعد معاه سنة شايلة من على الأرض. طب ما هو ربنا كده، احنا ليه مستغربينه يعني؟ او يسمع وعظة وتكون عشوائي يعني مش قصدها. ايه ده قد كده يا رب انت مركز في ظروفي؟ ده انت بتقولي بالظبط اعمل ايه؟ اذا ربنا بيتكلم طبعا، ده المسيح لقبه كلمة الله، فطبعا ربنا بيتكلم. لكن مش لاقي الودن اللي تركز معاه. ضميرك لما بينقح بتسكته ليه؟ مش يمكن يكون صوت ربنا؟ مش كتير لما ضميرنا يوجعنا شوية نغلوش عليه؟ لما يجي حد حواليك يوبخك يعاتبك يلومك ليه بتقاوح؟ مش يمكن ربنا عاوز يقولك حاجة؟ احنا سهل قوي نثبت براءتنا، لكن مش سهل نسمع الرسالة اللي ربنا عاوز يبعتها. اللي انت بتشوفه وبتسمعه هيطلع. لو انت عينيك في الدنيا خالص ودانك الاخبارها قوي، هيطلع ايه غير سوري كلام الدنيا الفارغ؟ عادي. لو انت عينيك مركزة قوي انك تشوف ربنا، ولو دانك مفتوحة قوي تسمع صوته، طبيعي لسانك هيتفتح هيقول كلام مظبوط. اللسان المفتوح واحد بيعرف يقول أشكرك يا رب من غير على طول، ده لسانه اتفتح لأنه ابتدى يدرك قد إيه احنا عايشين في نعمة وعز، واخدين لقب محدش خده، أولاد الله، واسمنا مكتوب في السماء. مفروض كل نفس نتنفسه ونقول أشكرك يا رب. اطلب بإلحاح يا رب افتح، أجمل طلب بقى طول الصيام، افتح يا رب. اللي عاوز يقول افتح وداني يقول، اللي افتح عيني يقول، افتح لساني افتح، ده طلب سهل قوي. وبيجي الرد انفتح، فالطلب سهل قوي، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم.